سيبنا المكان للتأكد تماما أن هذه الثلة القليلة التي أرادت أن تنقلب على الشرعية، شرعية الانتخاب، شرعية الصندوق، أننا أزحناها وبالفعل يعني انتقلت إلى أماكن أخرى، وعرفت بالفعل أن لهذا الرئيس شعبا كبيرا عظيما يستطيع حماية الشرعية وشرعية الصندوق. من هنا أتى ذلك إلى أنهم ذهبوا إلى جحورهم، وإن شاء الله تعالى ليعلموا من الآن فصاعدا أن مصر لن يتجرأ عليها هؤلاء الحفنة القليلة. الجيش طالما نزل وأدوا مهمته خاص، احنا دورنا كده خاص انتهى. احنا كنا لينا اللي هم معينة ان الامن تخلى عن القصر في وقت ما، فكان لابد ان احنا نيجي نحمي القصر من هؤلاء العملاء اللي هم يعني قافضين فلوس من كل مكان، والناس اللي هي في الامارات في دبي اللي هي تتحمل هذه المسؤوليه، الفلوس اللي بيجيبوها من الخير وتتدفق على هؤلاء البلطجيه، اللي من ضمنهم الناس اللي مسكت امبارح واحد معاه 5000 جنيه من البلطجيه. طالما الجيش وصل خلاص، الجيش ده خلاص هيحمي القصر، خلاص احنا مهمتنا كده انتهت خلاص. لكن لو الجيش برضه تخلى ومشي احنا هنيجي ان شاء الله تاني.